ورجعنا لكم تاني، وانضم إليا في الفقرة الثانية في الاستوديو اللاعب محمد عصام لاعب نادي الشرطة الرياضي. أنا اهلا وسهلا بحضرتك يا محمد، فندم. أخبارك السلام إيه؟ عليك كابتن، نورنا طبعا. ربنا يخليك يا كابتن. ومعي طبعا الكابتن هشام الدابي، مدير فني مواليد 2004 بمركز شباب الساحل الرياضي. اهلا وسهلا أهلا وسهلا، بحضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام؟ تمام والله. طبعا وديا نادي المنتخب الأولمبي يفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف. طبعا دي حاجة جميلة وحاجة كويسة. إن شاء الله بإذن الله كده نتمنى كل التوفيق والأمل للمنتخبين الوطنيين، المنتخب الأول ومنتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي. ألف مبروك يا كابتن، ألف مبروك حبيبي. ألف مبروك. بالنسبة محمد عصام، عايز أتكلم بقى عن لعبك في نادي او انضمامك لنادي الشرطه الرياضي، احد انديه القسم الثالث، وبدايتك قبل كده كانت فين؟ بدات ونشات فين كرويا؟ طبعا كنا بنحب الكرة من صغرنا، و تمام يعني تطورت الأمور إن أنا لعبت في نادي الإنيات تمام ومركز شباب ناصر، وكان ليا تجربة في نادي الزمالك تمام كانت فترة بس يعني ده يا فقره يعني محمد صلاح راح وما انضمش. طيب عايز اتكلم برضو عن تجربتك في نادي الزمالك، اختبارات ولا كان مباراة ودية؟ كانت اختبارات وكملت فترة معاهم، فترة يعني إعداد قعدت كده. فترة كويسة في نادي الزمالك. انت مركزك ايه بقى في الملعب؟ أنا 10 تمام وتسعة وتسعة ونص، وينج يمين وينج شمال. ماشي، يعني أنا بجيد اللعبة في المنطقة الهجومية. ربنا يوفقك كده يا هشام. قول لي بقى بالنسبه للفريق ال 2004 بنادي مركز شباب الساحل، التوليفه اللي انت عملتها في وقت قصير، وطبعا فريق مسمع وفريق كويس، كلمني كده عن ابرز العناصر في هذا الفريق. والله يا كابتن انا اشتغلت مع الفرقه برنامج اعداد محترم، واللعيبه معايا كلها ما كانتش لعبت قبل كده في فرق، وحاولت ان انا اجمع الانسجام بينهم واشتغل معاهم تمام واحفظهم مراكزهم، والحمد لله عملنا ماتشات وديه كويسه، تعادلنا اول ماتش والتاني ماتش كسبنا تمام. الحمد لله، كان شكلنا كويس في يعني الملعب. فترة الإعداد يعني كويسة. اللعيبه واقفه على رجلها بشكل كويس، ان شاء الله السنه دي هننافس برضه على الدوري، وبامر الله إن هناخد شاء الدوري ان الله. شاء الله. معنا الكابتن محمد قريم، المسؤول الأول أو رئيس لجنة قطاعات مسابقات الناشئين بمنطقة مطروح لكرة القدم. أهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا بك يا كابتن احمد فواز، وتحياتي لبرنامجك الكريم وكل جمهورك وكل ضيوفك في الاستوديو. الله اهلا يخليك. عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن محمد، قول لنا طبعا منطقة مطروح، المنطقة العزيزة علينا فعلا، يعني من المناطق المهمشة إعلاميا، ولكن طبعا لها دور كبير في عدد الأندية الموجود حاليا وعدد اللاعبين المسجلين بجميع الأقسام الموجودة بالمنطقة. عايز كابتن محمد، هل في معوقات تعوق المنطقة أو أي سلبيات نتكلم فيها؟ والله يا كابتن احمد، يعني انت عارف كونك انت يعني بتيجي مطروح باستمرار، والانديه بتاعت مطروح متواصله كلها مع حضرتك، وانت يعني الرئه الاعلاميه لانديه مطروح وليست الناشئين فقط، احنا بنثمن جهودك ونشكرك على ده. الله يخليك. ولكن كابتن احمد انت عارف ان احنا بعد المسافه، وبرضه حته قله الدعم للناشئين دي بتعمل عندنا يعني الا في اللاعبين، ما فيش موارد، ما فيش لاعب تقدر تصرف عليه عشان تقدر بعد كده تخسر منه نتيجه. تمام. عذرا كابتن احمد، دي كلها كابتن معقول. محمد، بالنسبة لمسابقات الناشئين هذا الموسم إن شاء الله، طبعا في استعداد تم، في يعني توجيهات للأندية، في تعليمات بالنسبة لقيد الناشئين، نظام المسابقات المقترح بالنسبة للمنطقة؟ والله يا كابتن احمد حاليا يعني باذن الله احنا في صدد تنظيم 3 بطولات على مستوى المنطقه، مستوى فرع مطروح، وباذن الله يعني هتبقى اصغر مرحله، ممكن نعمل مرحله برضو للبراعم تمام اخر محافظه مطروح برضو، ودي تبقى كمرحله رابعه لبطوله الناشئين. وباذن الله يعني احنا منتظرين طبعا، انت عارف القيد هيقفل في نهايه هذا الشهر، تمام وطبعا بلغنا كل الانديه ان اللي عاوز رغبه في الاشتراك في اي مرحله من المراحل الفنيه اللي اعلنتها المنطقه يكتب خطاب رسمي او يبعته فاكس على المنطقه، واحنا باذن الله املين خير في كل الانديه ان هي تقدر بدعم قليل اللي انا بشكرهم جدا
بإذن الله ويطلعوا ناشئين ومحترمين ويصدروهم كمان للدوريات داخل جمهورية مصر العربية، وبإذن الله يبقى عندنا لعيبة كويسين من ناشئين مطروح. كابتن محمد، بالنسبة هل سيتم تنظيم جميع المسابقات أو جميع المراحل لمسابقات الناشئين ولا مراحل محددة؟ والله يا كابتن، الموضوع ده الاتحاد محدد للمناطق. تمام. لو انت بتلعب في المناطق محدد لك عدد المراحل الأساسية اللي انت لازم تلعبها. يعني إجباري، نقوله إجباري. هي المراحل الإجبارية الاتحاد مجبر عليها الأندية والمناطق إن هي لازم تنظم. تمام. والاتحاد بيقول لك تنظم ثلاث مسابقات، عندك دخل تقدر عندك ملاعب، عندك الأندية عاوزة تشارك نظم لهم، مفيش مشكلة. ولكن احنا في موضوع كابتن احمد، انت عارف احنا داخل علينا القسم الثالث والقسم الرابع ودوري مركز الشباب، وعندنا حتى مطروح قلة في الملاعب، انت عارف الكلام دوت، ده بيأثر على الدور التنظيمي للمنطقه. اكيد طبعا تاثير سلبي. تأثير المباريات حتى كابتن احمد بيبقى بمعاناه. انت بتلعب من الصبح الساعه 10 لحد قبل المغرب. فده في حد ذاته من ضمن المعوقات الكبيره اللي بتقابلنا، ان هي لا توجد ملاعب داخل محافظه مطروح تقدر تستحمل كل هذه المسابقات التي تديرها المنطقه وتنظمها. ان شاء الله كده باذن الله نتغلب على هذه السلبيه ونشوف كده مطروح في ازهى طبعا صوره بالنسبه لمسابقات الناشئين. شكرا جزيلا للكابتن محمد كريم، رئيس لجنه مسابقات الناشئين بمنطقه مطروح لكره القدم. محمد عصام، طبعا بنتكلم عن بدايتك كانت في الإنايات شرقيه تقريبا. تمام. افضل مدرب يعني نزلت معاه، مدرب ليه الفضل عليك؟ والله في كباتن كتير، بس تمام. يعني على حسب ما انا فاكر كابتن محمد. تمام. كان كابتن محمود درويش برضو يعني، ده يعني. طب بالنسبه لطريقه لعبك تشبه مين محليا كده؟ ما اقدرش اقول يعني، بس ليه؟ يعني ممكن نقول قفش مثلا. تمام. ده لو هلعب كعشرة. جناح بقى مش عايز اقول محمد صلاح يعني، يا رب مشهوده والله ربنا يكرم كده. كابتن هشام، طبعا الاستعداد للدوري وبالاخص لدوري منطقه القاهره ان شاء الله باذن الله، هل تم فعلا الاستعداد وعمل مباراه وديه لفريق 2004 بالمركز شباب ساحل؟ عملنا ماتشين وديين، والماتش الاولاني كانت نتيجته 4-4، الماتش الثاني كسبنا 4-2 على ملعبنا. تمام. شغالين بشكل كويس، وبحاول بقدر الامكان ان انا اشتغل على العامل النفسي اكتر من العامل البدني مع اللعيبه بتاعتي، بحيث ان احنا كلنا يعني اللي يلعب زي اللي ما لعبش بالظبط، بحيث ان احنا نفضل مكملين في نهايه الدوري بشكل كويس ان شاء الله. معانا الكابتن علي غازي، المدير الفني لفريق مواليد 2001 بنادي الزرع الرياضي، احد انديه الدوري الممتاز به. اهلا وسهلا كابتن علي. اهلا وسهلا كابتن علي. كابتن احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن احمد. الحمد لله. طمنا عليك كده وعلى احوال الفريق. لا في نعمه الحمد لله، تمام تمام. انا اولا بمسي على حضرتك وبمسي على ضيوفك الكرام وعلى برنامجك الجميل، وتملي من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كان عندك مباراه طلائع الجيش امس في ملعب طلائع الجيش، قول لي كده مستوى اللاعبين، الوقوف على المستوى، تمركز اللاعبين، التمركز الجيد والتمركز الخاطئ، ابرز اللاعبين المتواجدين في الفريق. تمام يا كابتن. انا الحمد لله عملت مباراه جيده جدا مع طلائع الجيش، فرقه عريقه بمستوى عريق. ابرز العناصر عندي لاعب مصطفى اشرف الشهير ببيليا. تمام. كريم اشرف. عندي محمد شمس. عندي لعيبه كتير جدا مميزه. عندك مهاجم البيلي، مهاجم كفء. والبيلي ده مهاجم قوي جدا وسريع جدا، فايتر مقاتل ما شاء الله. عندي لعيبه كويسه جدا، القوام كله ما شاء الله كويس يعني الحمد لله. ننتظر نتائج جيده ان شاء الله في الدوري باذن الله كابتن علي. الله تعالى ان شاء الله كابتن. الحمد لله عندي قوام كويس، انا بشكر لعيبتي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، راضي عن لعيبتي، راضي عن اداء لعيبتي، معانا اداره ناجحه،
معانا رئيس قطاع ناشئين ربنا يديله الصحة ويبارك فيه الكابتن أحمد فواز، معانا كابتن ديودار، معانا نخبة كبيرة جدا من المدربين، ويعني ربنا يوفقنا إن شاء الله. طبعا شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله والنجاح لقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. شكرا جزيلا كابتن علي غازي المدير الفني لمواليد 2001. محمد عصام، عايز اتكلم عن نقطة يعني التعليم والكورة، وانت وصلت لمرحلة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا بالنسبة لمرحلة التعليم كمهندس، تمام، خريج كلية هندسة، تمام، اذا قدرت توفق ما بين التعليم والرياضة والمباريات، وبالاخص في فتره يعني في فترات حرجه، تمام، اللي هي فتره البكالوريوس وطبعا مباريات الدوري اذا كان في الناشئين او فريق اول، قدرت توفق ازاي بقى؟ عشان عايزين نطمن الناس واولياء الامور ان اهوت معانا برضو يعني نموذج محترم طبعا ونموذج جيد جدا، وفق ما بين الدراسه وموفق ووفق ما بين الرياضه. يا ريت تقول لي سريعا كده. فاهم حضرتك، اللي بيحب حاجه يعني لازم يسعى ليها، بس تمام، ما ياثرش في الجانب الثاني. تمام. يعني بالنسبه للمذاكره او الدراسه يعني اركز فيها برضو عشان ارضي والدي ووالدتي طبعا. تمام. اللي هم يعني الفضل عليا طبعا في كل حاجه. تمام. وطبعا دي حاجه انا بحبها جدا، الكوره يعني من وانا صغير، فكان لازم يعني ان اعمل فيها حاجه. يعني كان حافز ان انت تلعب كوره، تذاكر كويس. يعني تمام. حافز جاي. طبعا. كان البيت شدك شويه. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. كابتن هشام، قبل ما اختم معاك، عايزك بقى توجه شكر خاص في المجال الرياضي. لمين؟ توجهه لمين بقى؟ طبعا اوجه شكر للكابتن محمود الشيخ والدكتور قدي والكابتن محمود درويش، ده يعني صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وكابتن احمد البنداري وكابتن محمود زهران وكابتن احمد حسن، شخصيات محترمه. ودكتور محمد زيتون ده كليه التربيه دي يعني حاجه محترمه جدا. مش عايز انسى حد، بس انا بشكر كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم. طب شكر خاص بقى خارج الوسط الرياضي. انا طبعا بشكر ابويا وامي جدا جدا واخواتي ان هم ساعدوني وساندوني في مشوار كفاحي في الكوره، وخطيبتي سنداني جامد يعني، وحماتي وحماي دول اهم حاجه طبعا. تمام. واهلي طبعا وعمامي كلهم. ربنا يوفقك يا رب كده. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا ضيوفي الكرام، اللاعب محمد عصام، لاعب نادي الشرطه الرياضي احد انديه القسم الثالث بمطروح. شكرا. ربنا يخليك كابتن. شكرا. وبشكر الكابتن هشام الدابي المدير الفني لمواليد 2004 بنادي الساحل الرياضي. شكرا. شكرا لحضرتك كابتن. هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا ضيوفنا الكرام في فقرات مواهب على الطريق.